سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم ومعلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث ووقائع لقاءات النوك أوت، لقاءات الكوارتر فاينل، لقاءات دور الثمانية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال 26. لقاء اليوم يجمع بين الفراعنة نجوم منتخبنا الوطني منتخب مصر في مواجهة الغزلان الأنغولية. تشكيل الفرقتين أمام حضراتكم بعد ما استمعنا إلى السلام الوطني مشاهدينا الأعزاء، وزي ما سمعنا من الزميلة مريم سميح في الاستوديو التحليلي مع حضراتكم إن لقاء اليوم لا يقبل القسم على اثنين. لقاء اليوم هو ثالث لقاءات دور الثمانية أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وده ثالث لقاءات دور الثمانية. اللقاء الأول كان يجمع ما بين الرأس الأخضر والمغرب، كاب فيردي في مواجهة المنتخب المغربي، واستطاع وأدي طاقم التحكيم يوسف وسيدي طاقم تحكيم لقاء اليوم، استطاع الرأس الأخضر أنه هو يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 31 مقابل 22 المغرب، وصعد إلى أول الفرق الصاعدة إلى السيمي فاينال أو الدور قبل النهائي. وفي تاني اللقاءات لقاء الجزائر استطاع أنه هو يعدل من أوضاعه في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد ما نجح الكونغو أنه هو ينهي الشوط الأول لصالحه 15-14، لكن محاربي الصحراء عادوا من بعيد وعادوا من جديد وحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة كبيرة بفوز 36 مقابل 23. وهذا ثالث لقاءاتنا مشاهدينا الأعزاء. المنتخب المصري هل ينجح الفراعنة في اصطياد الغزلان الأنغولية؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم أعزائي المشاهدين. منتخب مصر بالزي الأسود أمام حضراتكم بالكامل، ومنتخب أنغولا بالزي الأبيض. قلنا لحضراتكم على تشكيل الفريقين سريعا كده. أدي واضح إن البدايات محمد علي في حراسة المرمى، أكرم يسري في الجناح اليمين الرايت وينج، وأحمد هشام سيسا في الليفت وينج، وأيضا يحيى الدرع ويحيى خالد وإبراهيم المصري ذا روك الصخرة الدفاعية، وأيضا علي زين. طبعا واضح كده إن رمية الإرسال ما دام إبراهيم المصري متواجد في أرض الملعب من البداية يبقى رمية الإرسال والسنترة وبداية اللقاء هتبقى الكورة مع الفريق الأنغولي مشاهدينا الكرام. الفريق الأنغولي بيمني النفس وعنده أمل إن هو يعمل المفاجأة ويوصل إلى السيمي فاينل بعد ما صعبت عليه لقاءات المجموعات أو دور التمهيدي وهو دور المجموعات. قابل المنتخب التونسي وهزم، منتخب تونس فاز على منتخب أنغولا. أما اللقاءين التانيين استطاعت أنغولا أن هي تفوز على كينيا 48-20، وأيضا فازت على نيجيريا 26-24. دي لقاءات المنتخب الأنغولي في دور المجموعات. أما منتخبنا الوطني منتخب مصر أصحاب البسمة وصانعي السعادة على وجوه الشعب المصري وجمهور الرياضة المصرية وجمهور كرة اليد بوجه خاص، فيصعد إلى دور 16 بالعلامة الكاملة بفوزه بالثلاث لقاءات وصافرة انطلاق أحداث المباراة مشاهدينا الكرام. زي ما قلنا لحضراتكم التشكيل أهو، أحمد هشام في مركز واحد الدفاعي وعلى يمينه الدرع، وفي الثلاثات علي زين وابراهيم المصري، وعلى يمين ابراهيم المصري يحيى خالد واكرم يسري، وفي حراسه المرمى محمد علي. اما منتخب انغولا اعزائي المشاهدين بيلعب رقم 5 انطونيو هيبو
أحد مفاتيح لعب لمنتخب أنجولا، وهو لاعب عنده مهارات وخبرات عالية الحقيقة بيتميز بيها. وأولى محاولة استكشافات كده الدفاعات المصرية عن طريق 14 الليفت باك أهو اللي معاه الكرة اللي بيحاول يخترق ده، وآدي 11 في الكانو كوفيرو في الرايت باك. ابتدت الهجمة، وزي ما بقول لحضراتكم محاولة كده للاستكشاف كل فرقة سواء كان منتخب أنجولا أو المنتخب المصري. يبتدي منتخب أنجولا إن هو يستكشف الدفاعات المصرية، محاولة للاختراق والتصويب، لكن دفاع قافل تماما وإشارة اللعب السلبي مرفوعة أعزائي المشاهدين. دفاع 6-0 من حديد عن طريق ذا روك وعلي زين اللي قافلين عمق المرمى تماما، وفي الشباك بقى محمد علي بيزود ويتألق ويمنع أولى التصويبات، وتبقى رمية مرمى يلمها محمد علي وتروح هجمة للمنتخب المصري توصل ليحيى خالد اللي بيبتدي يجرب ويصوب، لكن كان في إعاقة ودفعة وصفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب مصر. يحيى خالد في الرايت باك الظهير الأيمن، ويحيى الدرع في نص الملعب، علي زين في الليفت باك الظهير الأيسر، وفي الأجنحة أكرم يسري وأحمد هشام سيسا، وعلى الدايرة أحمد عادل. يحيى يلم الكرة ويلف ويعمل دوران ويوصل الكرة لأكرم، لكن الكرة تطلع بره الملعب رمية جانب لصالح منتخب أنجولا. وآدي بقى الداح اللي تصويباته دايما بتكلل بالنجاح في الشباك، في شباك المنافسين، بيشارك النهاردة لسه. ما زالت النتيجة هي أمام حضراتكم أعزائي المشاهدين، التعادل هو سيد الموقف حتى الآن، شباك عذراء لكلا الفريقين. توصل الكرة إلى 5 أنطونيو هيبو اللي جه في الظهير، بيحصل تغيير مراكز كده في الخط الخلفي لمنتخب أنجولا، وتصويبة لمحمد علي تاني بيتصدى لتاني التصويبات والتسديدات من المنتخب الأنجولي. يبقى محمد علي نسبة تصدي 100% حتى الآن، ومعاها علي زين بقى بيروح وبيعمل تقاطعات ما بينه وما بين يحيى الدرع ويصوب علي زين، وأول أهداف المنتخب المصري في الشباك الأنجولية وإحنا بنلعب في الدقيقة 4 أعزائي المشاهدين. أهو شايفين الكروس اللي عمله يحيى الدرع مع علي زين، واخترق علي وتوغل في بين مركز 2 و3 الدفاعيين لمنتخب أنجولا، وصوب وأحرز على يمين حارس المرمى الهدف الأول. هيبو اللي جه في الظهير الأيسر هنا وغير وبدل مع مين؟ مع 14 خوسيه روبن. تصويبة بقى عن طريق مين؟ عن طريق رقم 11 اللي قلت لحضراتكم في الكانو كوفيرو، ويسجل أول أهداف المنتخب الأنجولي. علي زين ليحيى الدرع، المباراة ماشية سريعة زي ما كنا بنقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، إن لقاء النوك أوت ولقاءات النوك أوت ولقاءات خروج المغلوب لا تقبل القسمة على 2 لعدة أسباب، لأن منتخب مصر هو منظم البطولة وصاحب الأرض والجمهور اللي بيؤازر من المدرجات وعبر الشاشات، يهمه إن هو يتقدم خطوة في هذه البطولة إلى السيمي فاينل عشان يقابل، غالبا هيقابل المنتخب التونسي اللي هيلعب لقاؤه في دور الثمانية بعد هذا اللقاء في مواجهة المنتخب الغيني. واختراق وتوغل تاني، تصويبة من علي زين نسبة نجاح 100%، تصويبتين بهدفين من علي زين نجم الخط الخلفي لمنتخب مصر وأحد الطيور المغردة في سماء الاحتراف الأوروبي والخارجي في السنوات الماضية، وكان أحد نجوم برشلونة الأسباني ودينامو بوخارست، والحاصل على
الشامبيونز ليج وبطولة أوروبا للأندية مع برشلونة. تاني محاولة تانية هو دفاع قوي من علي زين وتقع الكرة من الهجوم الأنجولي بيعطلها رقم 4 مساكا جبرائيل بعد ما قطع يحيى الدرع الكرة. يحيى خالد بيحاول اليايا بقى نجم فيسبريم المجري بيحاول ان هو يلعب كرة على الدايرة لإبراهيم المصري اللي كان مكمل في الهجمة زي ما قلنا لحضراتكم. يحيى خالد علي زين احمد عادل يطلع من على الستة متر وينزل تاني بيحاول يعمل خلخلة كده وثغرات في الدفاعات الأنجولية وعلي زين استلم كورته وتعمق وحاول تاني انه يستفيد من الحجز. وادي الكلام اهو الحوار ما بينه وما بين احمد عادل مشاهدينا الاعزاء انه بيطلب ويطلع احمد هشام برضه ويقطع وينزل ويحولها لأربعة اتنين ويحيى الدرع ليحيى خالد ويطلع يحيى خالد فوق ويسيب الدفاع فوق وهو بيحاول يعمل بلوك وينزل بدريبلاية ويروح لوحده تماما من على الستة متر يصوب تاني وتالت أهداف المنتخب المصري. تاني تصويبة ليحيى خالد وتالت أهداف المنتخب المصري ورد عليها على طول رقم 4 مباني مبيكا الهدف الثاني لمنتخب أنجولا. دقيقة بداية الدقيقة 8 مشاهدينا الكرام ما زالت السيطرة والسيادة للمنتخب المصري. حتى الآن الفراعنة ناجحين إن هم يصطادوا الغزلان الأنجولية. يحيى الدرع ليحيى خالد ونزل يحيى الدرع. يبقى احنا دلوقتي حضراتكم لو اتكلمنا على الثمان دقائق اللي مضت في هذا الشوط منذ بداية انطلاق اللقاء وهي كلها تحركات وتقاطعات وتمريرة اسيست ولا اجمل ولا اروع من يحيى الدرع الى احمد عادل على الدايرة اللي بيصوب عادل ويحرز الهدف الرابع. قلنا لحضراتكم ان منتخب مصر بيعتمد على الخط الخلفي والتقطعات وتغيير المراكز اللي بتتم والاختراقات اللي بتتم ما بين مركز 2 و3 في الدفاعات الأنجولية. تاني أنجولا خوسيه ويخش خوسيه وينزل الكرة على مباني مبيكا على الدايرة لكن محمد علي بيتصدى ويمنع اهو ادي الكرة نزلت من هيبو على الدايرة استلم ولف ودار وصوب ومحمد علي باقتدار يتصدى ويمنع الكرة من الوصول للشباك. علي زين ليحيى الدرع احمد عادل طلع واستلم وهينزل تاني على الدايرة يحيى الدرع تاني وادي التقاطعات اهي للخط الخلفي اللي بنتكلم حضراتكم عليها ومن يحيى خالد الى اكرم يسري باك هاند كده من ورا الظهر تمريرة تاني من يحيى الدرع تاني على الدايرة لأحمد عادل لكن الدفاعات قوية قطعت الكورة وآدي هيبو رقم 5 صانع الألعاب والعقل المفكر ومحرك هجمات المنتخب الأنجولي. الدرع لزين حاول يلعبها لأحمد عادل تاني لكن اتقطعت وراح على طول مين رقم 19 إيبوفي ماريو استلم كورته اهو حط الدريبلايه خد الثلاث خطوات وخد الدفاع في ظهره ووسع لنفسه وصوب على شمال محمد علي الهدف الثالث. وتاني هجمه تتقطع تاني وتوصل الى 48 الجناح الشمال الليفت وينج من المنتخب الانجولي الميدا ايفالدو يحرز بيها هدف التعديل وهدف التعادل عشان تصبح النتيجة 4 مصر 4 أنجولا وإحنا بنلعب في الدقيقة 10 من زمن وأحداث الشوط الأول من ثالث لقاءات الكوارتر فاينل الدور ربع النهائي أعزائي مشاهدين نهائي ربع نهائي الأمم الأفريقية 26 للرجال مصر 2024 هنا القاهرة هنا أفريقيا هنا الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي محتضنة لقاءات دور الثمانية. ويحيى الدرع يحيى الدرع
زي يعني كده ما بنقول اهي الاعاده اللي فيها كل الافاده، حط الدريبلايه وعمل الارتقاء وثبت كده في الهواء كده لحظه بسيطه على ما بعد عن المدافعين، وصوب تصويبه لا تصد ولا ترد عن طريق يحيى الدرع على يمين حارس المرمى، الهدف الخامس. كوره من العاب الهوا بقى ما بين 11 كوفيرو الى هيبو، استلم هيبو في الهوا اهي كوفيرو لهيبو وحط هيبو على طول، الهدف الخامس عشان يتعادل منتخب انجولا 5-5 الفراعنه المنتخب المصري. لسه ما زالت اللقاء وما زالت المباراه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ماشيه هدف بهدف، يمكن بس فرق النادي الاهلي فرق اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي منتخبنا الوطني بفارق هدفين. وادي تصويبه ثانيه عن طريق برضو كوفيرو رقم 11 بيسجل سادس اهداف واول تقدم المنتخب الانجولي في الدقيقه 12 بنتيجه 6-5 لسه ما زال المنتخب المصري بيحاول يسيطر على اللقاء زي ما قلنا لحضراتكم، لكن انجولا عندها امل وعندها طموح، ان هو طموح مشروع لكل الفرق، وكوره على الدايره تاني والتعاون والاسيست اللي ما بين يحيى الدرع وما بين احمد عادل على الدايره ويسجل عادل الهجمه والهدف المصري في الشباك الانجوليه هدف التعديل والتعادل. هيبو على الدايره لكن يحيى الدرع يقطع الباصه اللي كانت نازله لامبيكا، لا ده مسكا جبريل رقم 4 مسكا جبريل السنتر فيرويد صفرة وفاول ورمية حرة لعبها على طول خوسيه روبن اللي معاه الكرة اهو الظهير الايسر لهيبو وتقع وتيجي في رجله وتبقى صفارة وفاول واتلعبت على طول وصلت لاحمد عادل اللي راح وكورته وعمل خداع بالتصويب كده ثم الارتقاء والتصويب ورجع تاني يكمل الدفاع، لكن تاني كورة على الدايرة اهو بيرد رمية ارسال سريعة من المنتخب الانجولي عن طريق هيبو وصل الكرة الى تيكا رقم 4 مساكا جبرائيل تيكا ويحصل على الرمية الجزائية. رمية جزائية هيلعبها مين؟ الجناح اليمين رقم 19 اللي قدام حضراتكم في مواجهة محمد علي اندريه شيكولا، وينجح شيكولا في هز الشباك المصرية شباك حارس مرمى منتخبنا الوطني محمد علي مشاهدينا الأعزاء. محمد علي الحاصل على الميدالية الذهبية لأول أولمبياد للشباب مع منتخب مصر مواليد 92. يحيى خالد لعلي زين وابتدى الدفاع الأنجولي يغير طريقته الدفاعية إلى 3-2-1 أو 4-2. يحيى الدرع وارتقاء من الدرع والتصويبة من الدرع ويحرز تقدم تاني لمنتخبنا الوطني 8-7. ترد على طول أنجولا وتتلعب الرمية الحرة وصفارة، وتاني بيطلب الحكم طاقم التحكيم يوسف إنه يلعبوا من بره 9 متر الفاول والرمية الحرة، ونزل دلوقتي رقم 2 أدوى أنجيلو ونزل أيضا 99 في الظهير الأيسر سيبو مابالا ويخش على طول رقم 2 اللي لسه بقول لحضراتكم توصل له الكرة أدوى أنجيلا على الدايرة ويصوب ويحرز الهدف الثامن. يحيى الدرع توصل في الجناح بقى لأحمد هشام سيسا يخش أحمد هشام سيسا من الجناح بنجاح
ويحرز الهدف التاسع. اهي كوره والاعاده ويوسع لنفسه ويصوب على شمال حارس المرمى في الزاويه البعيده ارضيه. 9 مصر 8 انجولا اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اللي الحقيقه احنا بنستمتع وكل محبي وعشاق النادي الاهلي. فاول وهجمه حره تيرن اوفر على المنتخب الانجولي، نتيجه الاربع خطوات توصل لسيسا ويحرز سيسا. اتلعبت له الهجمه الفاول السريع والهجمه المرتده سريعه اتلعبت من ابراهيم المصري اهو، استلمها وراح وحط الكوره والهدف رقم 10، وتاني يتقدم المنتخب المصري 10 مقابل 8 انجولا، واحنا بنلعب في بدايه الدقيقه 17 اعزائي المشاهدين. تاني انجولا تصويبه محمد علي والتصدي والمصري والتغطيه وفاول وصفاره وصلت للدرع لعلي زين في الليفت باك، هيعدي علي للدرع تاني اللي يخش وليحيى خالد لعلي زين ويتوغل علي ويتعمق ويخترق الدفاعات، وبيطلب اهو انه يبقى فيها رميه جزائيه ان كان في دفاع قوي ودفاع من داخل الستة متر، لكن الكوره والصفاره كانت قبل ما يخش الدفاع جوه الستة متر الدفاع الانجولي اعزائي المشاهدين. يحيى الدرع، قلنا لحضراتكم الخط الخلفي لمنتخبنا الوطني يمكن ثلاثي بيصول ويجول في الملاعب الاوروبيه، وادي علي زين اهو ومحاوله دوران وخداع وصفاره وكارت اصفر على مين، وادي بقى في تايم اوت وقت مستقطع طلبه مستر باروندو مستر عفوا خوان كارلوس باستور المدير الفني الاسباني لمنتخبنا الوطني، ومعاه كابتن هاني الفخراني الجهاز الفني كمدرب عام، وكابتن نور ابو زيد مدير الفريق، وايضا سييرا حراس مرمى الاسباني، ومانويل اورتيجا معد بدني. وادي نستمع كده ليه مستر باستو هيقول ايه لمنتخبنا الوطني. سيروكو 1 2 ابيل 1 2 1 2 Bans, Bans here win it. It takes this time to play this situation. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، وزي ما سمعنا كده حديث خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخبنا الوطني مع اللاعبين، ان هو بيطلب منهم ان هم يدفعوا في الناحية الهجومية يلعبوا على المركز ما بين واحد واثنين الدفاعيتين، لأن هم أقوى الخطوط أضعف الخطوط الدفاعية لمنتخب أنجولا. بيطلب من أحمد عادل أهو زي ما شايفين حضراتكم راح وقف ما بين واحد واثنين، فسحب المدافع رقم اثنين وصوب علي زين تصويبة قوية أحرز منها الهدف على طول، تطبيق عملي وفعلي سريع. أهي الكورة وصلت لعلي، وكان المدافع رقم اثنين مايل مع احمد عادل اللي راح وقف بين واحد واثنين في الدفاعات الانجوليه، واحرز علي زين الهدف ال11 لمنتخبنا الوطني. لكن بعد احراز الهدف اتلعبت الرميه رميه الارسال والسنتره سريعه جدا، وكان راجع من المنطقه السنتره زي اللي هي الدايره البيضاء اللي في نص الملعب دي اعزائي المشاهدين، دي ممنوع حد يعدي منها اثناء رميه الارسال من حوالين القطر بتاعها، لازم بعيد عنها من براها، فبالتالي كان في لاعب راجع وحصل على الايقاف الدقيقتين، وهو غالبا كان علي زين. تاني انجولا هتستغل النقص العددي بقى في الدفاعات المصريه ولا الزياده العدديه، لكن الذروك ذروك بقى ابراهيم المصري بقول لحضراتكم الصخره السد العالي لمنتخبنا الوطني بيتصدى وبيقطع الكوره بكل رجوله وشجاعه وفدائيه ويمنع التمريره وهو على الارض ويلم الكوره ويسيطر عليها وتبقى هجمه لصالح منتخبنا الوطني.
كده مرمى منتخبنا خالي والخطأ هيكون غالي. ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. يحيى خالد ليحيى الدرع لأحمد هشام سيسة، يخش سيسة ويصوب ويحرز الهدف ال12. وادي سند اللي كل تصويباته بقى بتبقى مؤثرة، وأحد محترفينا اللامعين ونجوم تسطع في سماء أوروبا والدوري الفرنسي. وكرة تاني يتصدى لها دلوقتي رقم واحد فرانسيسكو كاسبر من سيسا، وهو رايح انفراد لوحده خالص، لكن يتصدى كاسبر حارس المرمى للفاست بريك اللي كان سيسا رايح فيه لوحده. كنت بقول لحضراتكم على سند من بنك الاحتياط ودكة البدلاء. كرة تمرير عرضية حاول الدرع يقطعها، توصل تاني ل99 سيبو مابالا وترجع له تاني ويصوب. اهو اهو استغل ان مفيش حد من الدفاعات المصرية قبله وصوب على شمال محمد علي. وادي اهو باستور متعجب بيقول الاتنين واقفين ومحدش طلع يقابل اللي بيصوب. 12 مصر 9 انجولا، بنلعب في الدقيقة 20 اعزائي المشاهدين. والروتيشن بقى والتدوير اللي بيعمله مستر خوان كارلوس باستور، نزل مهاب سعيد وايضا راح عبد الرحمن فيصل في الظهير الايسر الليفت باك، ومهاب سعيد في الرايت باك. لكن كاسبر اللي بيحمس نفسه من اول ما نزل، وتاني تصدي على التوالي مره من سيسا فاست بريك، وادي تصويبه من فيصل لكن تصدى لها كاسبر بنجاح. تاني انجولا تيكا وعشرة اللي نزل برضو مانويل ناسيمنتو، اهو اللي معاه الكره ناسيمنتو الى تاني الظهير سيبو مابالا الظهير الايسر لمنتخب انجولا، تاني اهدافه على التوالي والهدف العاشر للمنتخب الانجولي اعزائي المشاهدين. الروتيشن كنا اللي بنقول لحضراتكم عليه، خرج خط الظهر بالكامل مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخبنا الوطني ما عدا يحيى الدرع، خرج الظهيرين علي زين ويحيى خالد ونزل مهاب سعيد وعبد الرحمن فيصل. ادي الدرع لعادل على الدايره، عادل تصويبه فيها كل الاتقان وكل الاصرار والنجاح، ويحرز احمد عادل سنتر فرويد منتخبنا الوطني وسنتر فرويد النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين اهي الاعاده والدفاع القوي من فيصل والتصدي لتصويبه رقم 10 ناسيمنتو اللي نزل دلوقتي كسنتر هاف صانع العاب مكان هيبو. ناسيمنتو وتاني مابالا وتقع الكره من ايده لكن يلمها تاني ويوصلها الى مين؟ ناسيمنتو اللي راح في الرايت باك ونزل ايضا 22 بيستانا. اهو في الباك رايد وبرمصري تاني لتاني مره برضو يقطع كورته ويوصلها الى مهاب، ومن مهاب الى سيسا اسيست قطري بعرض الملعب من الباك رايد الى الوينج ليفت، لكن سيسا بيضيع التصويبه. اهي شايفين الاعاده الكوره منين؟ من هناك من ناحيه الرايت باك الى الليفت وينج. وادي كاسبر اللي منع سيسا، وادي الكابتن هاني الفخراني على طول بيوجه سيسا وبيهديه وبيطلب منه التركيز والتاكيد وانه ما يلومش نفسه على اضاعه الكرات اللي ان شاء الله ما يكونش ليها تكرار وما تتكررش تاني. تاني تصويبه محمد علي والتصدي مهاب سعيد لعبد الرحمن فيصل لخيري اللي نزل برضو خيري زي ما قلت لحضراتكم مكان الدرع.
وادي خيري الى فيصل بقى، التقاطعات اللي بتتم بالخط الخلفي اهو، الكروس اللي اتعمل ما بين خيري، خيري اخترق وعمل الفينت وخد هيبو معاه ودخل عبد الرحمن فيصل من وراه مخترق ما بين الدفاعات الأنجولية وصوب كرة قوية، ودي الإعادة للتصدي بتاع محمد علي في الهجمة الماضية الأنجولية. ناسيمينتو الليفت باك وجه سيبو مابالا في نص الملعب كصانع ألعاب، ورجع ناسيمينتو اهو، تقاطعات برضو في الخط الخلفي للمنتخب الأنجولي. ارتقاء عالي جدا من سيبو مابالا رقم 99، مسجل 3 اهداف حتى الان اعزائي المشاهدين. تاني فيصل بيعمل اسيست لاحمد عادل بقى، التعاون ما بين الخط الخلفي والخط الامامي عادل حتى الان يمكن ناجح اعزائي المشاهدين. احصائيات اللقاء النهارده يمكن احمد عادل ناجح ان هو يحرز حتى الان، يمكن ده الهدف رقم 5 لاحمد عادل او اكتر. ادي اهي فيصل لعادل، مال والجدار ومال بجسمه وفتح لنفسه زاويه التصويب واحرز على شمال حارس المرمى كاسبر الهدف ال 15. زاد الفارق الى 4 اهداف، 15 مصر 11 انجولا. بنلعب خلاص في المنحنى والمنعطف الاخير من زمن واحداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين، في ثالث لقاءات دور الكوارتر فاينل او الربع النهائي او النوك اوت او خروج المغلوب دور الثمانية من بطولة الامم الافريقية ال 26 للرجال، البطولة المقامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاني صفارة وفي اشارة اللعب السلبي مرفوعة اهي اعزائي المشاهدين. كده يبقى لازم التصويب. كرة تانية اهي فعلا اتلعبت والصفارة خلاص لان كان فيها تمريرة زيادة، لمها المصري لعبها لفيصل، لخيري في نص الملعب، لعبد الرحمن فيصل في الليفت باك، لخيري تاني. وقلنا اهو ابتدى الدفاع الانجولي يعدل دلوقتي طريقته الى، يعني نقدر نقول 5-1-6-0، ولكن بالمقابلة شايفين حضراتكم خط المقطع المنقط كده بالابيض ده، ده خط التسعة متر اللي واقف علينا سيمنتو ونزل سيف الدرع كمان في الجناح الشمال الليفت وينج. خيري هيخش خيري ويحاول يخترق، لكن دفاع قوي من رقم 2 اديلانو بيستانا 22 من الدفاع الانجولي. وعادل تاني، عادل بنجاح وبكل رشاقة وذكاء يستغل مهاراته بقى ويستغل ايده الشمال وبيرد على طول. اديلانو بيستانا رقم 22 اهو اللي قدام حضراتكم يصوب على يمين محمد علي الهدف ال 12 وبيرد برضو عادل. قلت لحضراتكم يمكن عادل احرز اكتر من 8 اهداف حتى الان اعزائي المشاهدين لو بانت الاحصائيه على الشاشه من الملعب، هتبان نسبه تصويب عادل ونسبه احرازه للاهداف وهو بيستحق التشجيع وتحيه. وادي محمد ممدوح هاشم والتايم اوت على طول بيطلبه المدير الفني للمنتخب الانجولي. اعزائي المشاهدين ادي بيطلب من لعيبته اهو الانتباه.
انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين. اللي طلبوا المدير الفني للمنتخب الأنغولي وآدي إعادات اللي فيها كل الإفادات وأهداف وقذائف أحمد عادل في الشباك الأنغولية. وهنقول لحضراتكم برضو سريعا كده على الثمان فرق اللي وصلت إلى دور الثمانية. من المجموعة الأولى صعد الكاب فيرد أو الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية. الرأس الأخضر أول وتاني فاز في الثلاث لقاءات. أما المجموعة الثانية فمنتخب مصر بالعلامة الكاملة ثلاث لقاءات أيضا، ويحدى ألعاب الهواء برضو توصل للجناح اليمين أهو رقم 8 رايت وينج باسكال أوتينيل. استلم كورته لكن بره المرمى واتلعبت على طول ووصلت لخيري، واخترق خيري وتوغل احمد خيري صانع العاب منتخبنا الوطني والعقل المفكر والمحرك وصاحب الاسيستات للمنتخب المصري. 18 مصر 12 انغولا. اتكلمنا على منتخبنا الوطني كده أعزائي المشاهدين، بيرد على طول أنغولا عن طريق برضو سيبو مابالا، وكورة في المرمى الخالي اللي قلت لحضراتكم إن الخطأ هيكون غالي من رمية الإرسال من سيف الدرع، يحرز الهدف الـ19. قلنا إن هدافين منتخبنا قبل هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أحمد هشام سيسا أحرز 14 هدف من 18 تصويبة، وسند أحرز 12 هدف من 14 تصويبة. تاني منتخب أنغولا وتاني المصري قطع الكرة وبرضو المرمى الخالي والخطأ غالي والهدف الـ20 أعزائي المشاهدين. خلاص متبقي حوالي 50 ثانية على زمن وأحداث الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، ويمكن المنتخب الأنغولي عدل طريقته بقى دلوقتي، سحب حارس المرمى وبيلعب بزيادة لاعب. أدي في اثنين لاعبين على الدايرة هم واقفين قدام حضراتكم شايفينهم باللبس الأبيض على الـ6 متر، وبره الخط الخلفي الظهيرين وأيضا صانع الألعاب ناسيمينتو اللي معاه الكورة، وعلى شماله مبالا وعلى يمينه بيستانا والتصويب بره المرمى وصفارة بعد حائط صد بلوك، وتبقى رمية جانب لصالح المنتخب الأنغولي. 10 ثواني تقريبا تفصلنا على نهاية زمن الشوط الأول. محمد علي والتصدي وخلاص، يمكن ثانية وهينتهي التايم، وفعلا انتهى الوقت الأصلي لزمن وأحداث الشوط الأول أعزائي المشاهدين بتقدم منتخب مصر بنتيجة 20-13 أنغولا. وحديث أهو قدام حضراتكم أعزائي المشاهدين ما بين علي زين وما بين طاقم التحكيم للقاء اليوم، وتحية من اللاعبين. شكرا حضراتكم على متابعتكم معنا، على أمل أن نلقاكم عقب استراحة قصيرة وفاصل قصير، ويطير الميكروفون إلى الزملاء بالاستوديو التحليلي الزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام الكابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله نجوم النادي الأهلي ومحللين قناة الأهلي لهذا اللقاء. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين، ونلقاكم مع انطلاق أحداث الشوط الثاني. يطير الميكروفون سريعا إلى الزميلة مريم سميح بعد استراحة قصيرة. سادتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى أهلا وسهلا وبرحب بحضراتكم. وأحداث الشوط الثاني من لقاء الكوارتر فاينل، لقاء دور الثمانية، والذي يجمع بين منتخب مصر فراعنة مصر في مواجهة الغزلان الأنغولية. واستطاع منتخبنا الوطني أنه ينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 20-13 بفارق 7 أهداف
بالتمام والكمال. انطلقت صافرة أحداث الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، وزي ما استمعنا إلى محللنا كابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله، وأيضا إلى الزميلة مريم سميح في الاستوديو التحليلي، إن ما كناش شفنا حسن قداح، وآدي حسن قداح اللي تصويباته دايما بنجاح. ده اللي هنشوف بقى بداياته وأولى ارتقاءاته وأولى تصويباته، لكن المرة دي بره الثلاث خشبات، وتبقى رمية مرمى لصالح منتخب أنجولا. تاني أنجولا بتشكيله زي ما هو، 19 أندريه شيكولا في الرايت وينج، وصوب أنجولا، لكن على طول وصلت الهجمة المصرية لحسن وليد واتقطعت، ويبقى فاول عكسي على المنتخب المصري. 20 مصر 14 أنجولا. تاني كوفيرو، وسند نزل في الجناح زي ما حضراتكم شايفين، وعمل خداع كده عن طريق اللاعب رقم 99 سيبو مابالا، ووصل الكرة إلى الجناح رقم 77 الليفت وينج بانزو مايومانا، وأحرز بيها تاني أهداف المنتخب الأنجولي والهدف الخمستاشر لمنتخب أنجولا. أعزائي المشاهدين، لسه حتى الآن منتخبنا الوطني ما أحرزش أي أهداف في الشوط الثاني. يحيى خالد للدرع، وطلع قداح، ونزل قداح اهو على الدايرة، وبقت 4-2. ونزل محمد ممدوح هاشم على الدايرة مكان أحمد عادل، الدرع ليحيى خالد، حاول الدرع ان هو يستلم بعد ما نزل، لكن كان في إعاقة ودفاع ودف ومسك، وهي الكورة. وشايفين حضراتكم رقم 5 هيبو اللي بيقوم الدرع بكل روح، وحصل على الإيقاف دقيقتين. طلع حسن قداح، حسن وليد قداح، حسن مواليد 2000، لاعب نادي الشمس سابقا ثم نادي الزمالك ثم الاحتراف. وادي اسيست ولا اروع من يحيى خالد، بيستغل وجود محمد ممدوح هاشم والتناغم والتعاون اللي ما بينهم بقى والتفاهم، ويعمل له اسيست ولا اروع، يحرز بيها محمد ممدوح هاشم الهدف 21. 21 مصر 15 أنجولا، اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كوفيرو في الرايت باك، وهيبو عنده إيقاف دقيقتين كده، المرمى خالي لأن نتيجة النقص العددي. هل هينجح الدفاع المصري؟ وفعلا نجح إبراهيم المصري إن هو يمنع الكرة من الوصول، وصلت لمحمد علي، لعبها لعلي زين ليحيى خالد، وفي إيقاف دقيقتين تاني. على مين؟ على تيكا رقم 4، لأنه كان واضح إن هو بيعترض على الكورة الهجمة الماضية اللي لم تحتسب فيها خطأ لمصر للمنتخب الأنجولي. أهو شايفين؟ وواضح أهو بيشوح وبيزعق، فعلى طول الحكم إداله الإيقاف لمدة دقيقتين. علي زين كده، 4 لاعبين في الحالة الدفاعية لمنتخب أنجولا. يحيى خالد هنستغل بقى الزيادة العددية لمحمد ممدوح هاشم، يستلم ويلف ويسجل ويصوب الهدف 22. اهي تمريرة علي زين لمحمد ممدوح هاشم، سجل ممدوح لاعب نادي الزمالك سابقا واحد جيل منتخب 88 اللي حصلوا على رابع عالم في الشباب في البطولة اللي أقيمت على نفس هذه الصالة مع كابتن عاصم السعداني المدير الفني آنذاك، مدير البطولة حاليا،
محمد ممدوح هاشم مواليد 88. تاني بيستانا، خوزيه روبن اللي جه في نص الملعب كصانع العاب وقطع دلوقتي برضه في مرمى خالي نتيجة الإيقاف، لسه الدقيقتين ناقص له 40 ثانية. محمد علي يتصدى يلمها الدفاع الهجوم الأنجولي، لكن تطلع الكرة بره الملعب وتبقى رمية مرمى لصالح، أدي تصويبة من الثبات يتصدى لها علي بكل مرونة ورشاقة، وأدي سند ليحيى خالد، ليحيى الدرع، لعلي زين، وإبراهيم المصري على الدايرة. علي زين حاول يلعب الكرة للمصري لكن ما راحتش الكرة، ما لفتش ووصلت للمصري، وصلت لحارس المرمى كاسبر. خلاص متبقي ثانية واحدة كده هيكتمل الفريق الأنجولي. وادي كاتونجا كريم هنداوي بيشجع ويحمس لعبته وفرقته وزمايله، وأحمد خيري كذلك من بنك الاحتياط ودكة البدلاء. أدو أنجلو ويخش الجناح ويقطع وتوصل لهيبو رقم 5 هول قدام حضراتكم، يعمل التقاطع ويخش ويصوب ويسجل على شمال محمد علي عشان يقلل الفارق ويبقى الفارق 6 أهداف. 22 مصر 16 أنجولا، بنلعب في بداية الدقيقة 7. سند يطلع من مركزه الجناح اليمين وينزل على الدايرة وتتقلب لأربعة اتنين، وحسن قداح بقى تاني نزل اهو. لسه بعد ما رجع حسن من الإصابة برضو مرجعش لكامل فورمته، وطبعا مستر خوان كارلوس باستور بيديله الأفضلية ويديله كده الثقة عشان يكمل مع منتخب مصر إلى الأدوار النهائية إن شاء الله. كوفيرو إلى هيبو إلى خوزيه روبن، لكن محمد علي رقم 92 تيشيرت ومواليد. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وثالث لقاءات دور الثمانية. وأدي حوار جانبي هما بين كريم هنداوي ومحمد علي. يحيى الدرع في نص الملعب على شماله قداح، عايز يعمل تقاطع معاه يحيى خالد وراح من وراه، لكن كان الدفاع قوي وقفل ومنع الكرة من التمرير. يحيى الدرع تاني لحسن وليد، حسن يصوب تصويبه بايد من حديد، حسن وليد حسن قداح يسجل بنجاح الهدف 23، واول اهداف بقى حسن قداح في هذا اللقاء اعزائي المشاهدين. وعلى طول التايم اوت بيطلبوا الوقت المستقطع، طلبه المدير الفني لمنتخب انجولا اللي واضح عليه الغضب من اداء لاعبته. واضح الانفعال على المدير الفني للمنتخب الانجولي، وده نتيجه ايه اعزائي المشاهدين؟ نتيجه اهدار الهجمات والفرص والتصويبات اللي ناجح وقادر فيها محمد علي ان هو يتصدى الى اغلبها حتى الان. وادي تصويبه حسن قداح بنجاح. حسن قداح مواليد 2000، 2 متر و2 سنتي اعزائي المشاهدين، الحاصل على بطولة العالم للناشئين مع الكابتن مجدي ابو المجد، وايضا حاصل على ثالث العالم للشباب مع الكابتن طارق محروس، وكان يلقب بالفرعون المصري. صفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب أنجولا. هيبو كوفيرو
وعملوا التقاطع تاني، وادي تصويبه بره الثلاث خشبات وكان قافل خالص مرمى محمد علي، ويلعب الرميه رميه المرمى الى يحيى الدرع ليحيى خالد، ودفاع قوي من تيكا، لا من خوسيه روبن، وطلع ابراهيم المصري ونزل محمد ممدوح سند، بيعمل التقاطع اهو من الجناح اليمين ويستلم كورته ويرجع تاني مركزه، محاوله عمل خلخله كده في الدفاعات الانجوليه، يحيى خالد وتصويبه من الثبات بيخدع بيها حارس المرمى لانه ما بيكونش شايف الشوطه ولا التصويبه، لانه بيسوق بيشوط من تحت المدافعين بدون ارتقاء ومن بينهم، وادي كره يقطعها فيصل الى المصري للدرع لسند، هيروح سند ويصوب سند ويسجل سند على شمال حارس المرمى، أرضية تعانق الشباك الأنجولية، أهي الإعادة، حط الدريبلاية وارتقى وطلع الجون بره المرمى، وأدي تصويبة يحيى خالد الثباتة بنجاح يحرز بيها سند الهدف 25. ابتدى الفارق يتسع أعزائي المشاهدين، وصل إلى 9 أهداف حتى الآن، 25 مصر 16 أنجولا، وفي آخر لقاءات دور الثمانية، ومحمد علي بيتصدى لكن متابعة عن طريق اللاعب رقم 2 أدوى أنجيلو، بعد ما تصدى محمد علي لتصويبة خوسيه روبن، لكن يعمل عليها أدوى أنجيلو متابعة ويلم كورته ويحطها في الشباك المصرية. ادي الجمهور وصوته بقى والتشجيع، وابتدى يحمس فرقته ويحمس منتخبنا الوطني، ادي الحديث ما بين كاتونجا ابو ياسين ويحيى خالد، وعلى الدايره يطلع ويعمل ارتقاء وينزل بدريبلايه ويلعب الكوره باك هاند لمحمد ممدوح هاشم، لكن تقع الكوره من ايد محمد ممدوح وتبقى حاول يتابعها تاني وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لانجولا. هيبو على الدايره يقطعها يحيى الدرع، وصفاره وفاول ورميه حره لمنتخب انجولا. يحيى الدرع برضو من اللاعبين والطيور المغرده في السماء الاوروبيه، لاعب فيس بريم المجري، حاصل على الدوري المجري، واللي بيوصل الى الدوري الاوروبي التشامبيونز ليج، وبيأدوا لقاءات قويه الحقيقه. تاني كوره يقطعها الدفاع المصري، توصل من ابراهيم المصري الى سند، وسند عن عمد يحرز هدف جميل ولا اروع ولا اسرع ولا اسهل في الشباك الانجوليه، بنظره ثاقبه بعيون فرنسيه، استلم وحط الدريبلاية وبص اهي النظرة، وعلى شمال حارس المرمى كاسبر في المقص يحرز الهدف 26. ما زال الفارق 9 أهداف 26 مصر 17 أنجولا. بنلعب في الدقيقة 12 من زمن وأحداث الشوط الثاني أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تاني على طول خوسيه روبن بيحاول، والجمهور اهو والتفاعل بقى والتشجيع مع منتخبنا الوطني، وعلمنا يرفق ويرفرف عاليا ان شاء الله، وحتى ختام البطوله ونبقى على منصه التتويج، عشان قلنا لحضراتكم برضو زي ما سمعنا من محللنا وضيوف الاستوديو التحليلي، محمد علي يتصدى لتصويبه هيبو، ان المنتخب التونسي هو أقوى المنتخبات وأكثر المنتخبات الأفريقية حصولاً على بطولة الأمم الأفريقية، بيليها المنتخب المصري. وتاني تقاطع ما بين يحيى الدرع وما بين حسن والداح وحسن وليد بإيد من حديد، حط الدريبلاية والارتقاء من أعلى نقطة قاذفة الأهداف، الجو جو والجو أرض، يسجل على شمال حارس المرمى الهدف 27 عشان يزيد من آلام وأوجاع المنتخب الأنجولي،
اللي داخل وبيحاول. رقم اتنين أدوى أنجيلو وصفارة وفاول ورمية حرة. نزل أديلانو بيستانا أهو اللي معاه الكرة ده وراح على نص الملعب من الظهير الأيمن وطلع وعمل جامب ونزل بدريبلاية تاني وأحرز الهدف أهو الارتقاء. ولما طلع معاه الدفاع نزل بدريبلاية وراح في الحتة الفاضية وصوب على يمين محمد علي الهدف ال 18. ابتدى انجولا يعدل الى 4-2 دفاعيه كده او وادي تصويبه تاني من الثبات عن طريق مهاب سعيد اللي نزل بقى دلوقتي زي ما كنت بقول لحضراتكم في الروتيشن اللي بيعمله مستر باستور المدير الفني لمنتخبنا الوطني. لكن تصدلها حارس المرمى وراحت هجمه انجوليه حاول يمررها على الدايره لادو انجيلو لكن ما استلمهاش ووصلت لي محمد علي على طول لخيري لحسن وليد. خيري على الدايره لمحمد ممدوح ومحمد ممدوح بكل الطموح يصوب ويحرز ويسجل ويرفع فارق الاهداف الى 10 اهداف 28 مصر 18 انجولا. داخلين على منتصف الشوط الثاني اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تصويبه عن طريق مين؟ عن طريق خوسيه روبن. لا ده سيبو مبالا رقم 99 الليفت باك لمنتخب انجولا. وادي باستور اهو وحديث ما بينه وما بين علي زين وبيأكد عليه انه لازم الاختراق والتصويب يكون اكيد عشان ما نهدرش الهجمات وما نقربش وما نطمعش فريق انجولا في ان هو ممكن يطمع ان هو يوصل الى نقطه التعادل في هذا اللقاء. سيف الدرع لمحمد ممدوح ويستلم ويلف ويصوب لكن في الشباك الجانبيه وتبقى رميه مرمى انجوليه. تاني تصويبه عن طريق مبالا سيبو مبالا لكن محمد علي لا يبالى بتصويبة مبالا ويتصدى التصويبة القوية وتبقى رمية مرمى مصرية يلعبها محمد علي. وآدي أهو المدير الفني الحقيقة يعني زعلان من أداء لعبته في الشوط الثاني كان بيمني النفس إن هو يقدر يحقق المفاجأة ويفوز على المنتخب المصري لكن هيهات. وده لسان حال رجالتنا ولاعبينا في ارض الملعب. تايم اوت وقت مستقطع بيطلبه مستر خوان كارلوس باستور. واضح اهو زي ما سمعتوا اعزائي المشاهدين ان بيطلب منهم ان احنا رقم اتنين لعيب قصير القامه فلما نيجي نشوط ما نروحش عند الطويل اللي بيعمل البلوك او اللي بيدافع كويس. لكن انا زي ما كنت بقول لكم اللي قاله مستر باستور في التايم اوت اللي طلبوا الشوط الاول ان وسمعنا من ضيوفنا ومحللنا الكبار الكابتن فوزي فضالي ان اضعف نقاط الدفاعات الانجوليه هي مركز واحد واثنين ما بين واحد واثنين في الشمال وواحد واثنين في اليمين. حسن قداح والتصويبه لكن الدفاع القوي والتصدي من كاسبر وتبقى صفاره وفاول ورميه حره. ثلاثي الخط الامامي المصري سيسا خيري بيعمل خداع واختراق وتوغل ويتعمق في عمق الدفاعات الانجوليه ويخترق ويصوب ويحرز الهدف في الشباك الانجوليه. تسعة وعشرين مصر 19 انجولا. بكده مشاهدينا الكرام
بعد ما انتهى لقاء أول لقاءين في دور الثمانية، وكان ادي كان في صفارة بقى وفي إيقاف دقيقتين على علي زين، إن علي كان فيه مسك وإنه حط رجله في الكورة فعلا، أهي باينة اللي فيها الإعادة، لكن علي بيقول له أنا ما كانتش رجلي رايحة للكورة، أنا كنت بتحرك جانبي عشان كده ما كنتش استحق الإيقاف للدقيقتين، لكن على طول امتثل علي وخرج إيقاف دقيقتين. اتلعبت الرمية الحرة على طول، وصلت إلى مين؟ إلى الجناح الشمال رقم 2، وتاني يخش روبن ويصوب لكن في القائم ويلمها على طول باسكال أندري شيكولا رقم 19 الرايت وينج ليه منتخب أنجولا، وتاني أنجولا عايز يوصل ان هو يستغل النقص العددي في الدفاعات المصرية، لكن يقطعها رجالة مصر وتوصل لسند ويخش سند ويسجل سند الهدف الثلاثين. 30 مصر 19 أنجولا. ادي اهو سند رايح بالدريبل ويعمل الارتقاء. شايفين حضراتكم اللي بيعملوا سند ده، ودي اللي بنقولها وبنعلمها لاعبتنا، ان انا لما بروح ما اروحش واخد الجامب بتاعي في مواجهه حارس المرمى، لا انا باخده بالعرض 6 متر بحيث ان انا احرك حارس المرمى بره المرمى واخليه يغير اتجاهه واصوب في المكان الخالي، وده اللي عمله سند ورد عليه على طول رقم 72 خوسيه باتريسيو وأحرز الهدف العشرين لمنتخب أنجولا. 30 مصر 20 أنجولا. بنلعب في الدقيقة 19، ونزل فيصل دلوقتي في الليفت باك، أهو معاك كورة عبد الرحمن فيصل لاعب النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، وخيري في نص الملعب، خيري وراح له فيصل، لكن خيري وهو باصص في الاتجاه التاني بيعمل كوره كده اسيست لمحمد ممدوح هاشم. شايفين حضراتكم هو باصص، هو لمحه بطرف عينه شايفه، لكن وجهه كان في مواجهه مهاب ولعب الكوره اسيست جميل لمحمد ممدوح يحرز بيها هاشم الهدف الواحد وثلاثين. مهاب سعيد والدفاع لاعب نيس الفرنسي، اللي متألق في الدوري الفرنسي أعزائي المشاهدين، لاعب النادي الأهلي سابقا مهاب سعيد. تقع الكرة تاني ويلمها سند لمهاب لخيري، خيري هيعمل الخداع ويدخل مهاب تاني، استلم مهاب وصوب مهاب، تصدى كاسبر بكل نجاح وفدائية وجسارة، وآدي خداع جميل عن طريق مين؟ عن طريق أديلانو بيستانا، يعمل تهويشه بالتصويب ويحط الدريبلايه ويعمل ارتقاء ويحط لب، اهي شايفين حضراتكم الاعاده واللب من فوق محمد علي في الشباك المصريه اهو، وغير اتجاهاته وحط كوره لب خادعه بيحرز بيها الهدف الواحد وعشرين. فارق العشر اهداف، ما زال منتخبنا الوطني محافظ عليه. سيف الدرع اللي نزل فيه الجناح الشمال، علي زين في الباك الشمال، سند اللي قطع واستلم وصوب وسجل الهدف ل 32 اعزائي المشاهدين. 32 مصر 21 انجولا. كنا بنقول لحضراتكم على اللقاءين اللي اقيموا في دور ربع النهائي، ان الراس الاخضر فازت على المغرب وصعدت الى قبل النهائي السيمي فاينل واولى الفرق الصاعده، ثم في اللقاء اللي بعد كده كان جمع ما بين الجزائر والكونغو الديمقراطيه وفازت الجزائر على الكونغو الديمقراطيه، وتاني الفرق الصاعده في هتواجه بقى الراس الاخضر كاب فيردي، هيبقى لقاء قوي ما بين الراس الاخضر والجزائر، ثم هذا هو الثالث اللقاءات اعزائي المشاهدين يعقبه لقاء تونس وغينيا، والفائز من لقاء تونس وغينيا هيواجه الفائز من هذا اللقاء اللي هو يجمع ما بين مصر وأنجولا، وغالبا هيكون اللقاء ما بين مواجهة عربية نارية ثأرية في السيمي فاينل ما بين مصر وتونس.
مهاب وخداع واختراق ومحاولة التوغل من الجناح اليمين الرايت وينج، لكن عمل ارتقاء على القدم العكسية على رجليه الشمال وصوب، لكن ما كانش الزاوية واسعة ومفتوحة وتطلع بره الملعب، رمية مرمى لصالح أنجولا. اتلعبت على طول إلى 23 باولا فلاديميرو، شيكولا، بيستانا، فلاديميرو اللي بيلعب صانع ألعاب دلوقتي، بيستانا لفلاديميرو، لاعب متحرك وسريع وقوي، حاول تعمل التمرير الثاني لفلاديميرو لكن تقع الكرة من ايده وتبقى رمية جانب لصالح منتخبنا الوطني. أعزائي المشاهدين، زي قدام حضراتكم على الشاشة، 32 مصر 22 أنجولا، بنلعب في الدقيقة 23 من زمن وأحداث الشوط الثاني. ذا روك ونظرة ترقب كده، وإليايا يحيى خالد وحديث باسم ما بينه وما بين كاتونجا، علي زين الخداع والتمويه، ويروح علي ويحاول يتوغل علي، لكن كان في دفاع قوي عليه وصفارة اهو، شايفين الدفاع، وادي كان في ارتطام كده مع اللاعب 77 بانزو مايومانا، واقع علي ونزله على طول الدكتور محمد شوقي طبيب منتخبنا الوطني، وفي اعاده للكره اهي، تشيك فار بقى اهي، شايفين الايد رايحه فين، الايد في وجه علي، ايده الشمال ايده اليمين للاعب رقم 77 مايومانا اهي، ايده الشمال فين، في وجه علي، هنشوف هل هيبقى فيها عقوبه ولا ايه، ده اللي هنشوفه مع حضراتكم مع طاقم التحكيم. وايقاف فعلا دقيقتين لان كان في دفاع على الوجه على اللاعب رقم 77 بانزو مايومانا، وبيعتذر الى علي زين ويخرج لايقاف لمده دقيقتين. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، وبكده الدفاع الانجولي ناقص لاعب ومع ذلك بيلعب دفاع متقدم، وكده الست امتار هتبقى مفتوحه. خيري بيعمل خداع كده بالتمرير لسند ويخش وبيحيي نفسه، كاسبر اهو بيحفز نفسه ويشجع نفسه بعد ما تصدى الى اختراق وتصويبه خيري الماضيه. خيري لمهاب سعيد، مهاب 2003 وبيرجع كورته الى سند لخيري، لمهاب اللي جه في نص الملعب، هيصوب مهاب ويمرر مهاب لعلي زين، خيري لسند ويخش سند ويوسع، لكن كاسبر بيشجع ويستحق تحيه وتشجيع كل فرقته من على بنك الاحتياط ودكه البدلاء للمنتخب الانجولي. جاسبر وما زال الفارق العشر اهداف، 32 مصر 22 انجولا، وما زال المرمى خالي للمنتخب الانجولي نتيجه الايقاف دقيقتين وسحب حارس المرمى ونزول لاعب عشان يهاجمه بكامل العدد. بيستانا، روبن بيستانا اخترق توغل وصوب، لكن كان معاها صفاره ان كان فيها خطوه زياده واربع خطوات، ومهاب يصوب في المرمى الخالي بنجاح وبذكاء قبل ما يرجع حارس المرمى مهاب سعيد، لاعب منتخب الوطني ولاعب نيس الفرنسي، 191 سنتي مهاب سعيد، مواليد 2003. اعزائي المشاهدين، عدل منتخبنا الوطني بدفاع متقدم شويه عن طريق علي زين ومهاب، محمد علي والتصدي ويخش تاني، شيكولا يحاول يصوب من الرايت وينج الجناح اليمين بقى، لكن محمد علي قافله ويجبره ان هو يصوب كورته بره الثلاث خشبات، وخيري يلعب كوره لسيف الدرع في
الوينج ليفت اهو، تمريرات ما بين خيري وسيف وخيري لعلي زين، وهيرتقي علي على الدايره لمحمد ممدوح، لكن دفاع قوي يقطع الكوره، حاول يلمها تاني سيف ويقطعها، لكن راح بيها الهجوم الانجولي وعلي، وارتداد دفاعي سريع من المنتخب المصري، وصفاره وفاول ورميه حره لصالح منتخب انجولا. ادو انجيلو ل 23 باولو، ويقطعها علي ومنه السند، سند لخيري، خيري والخداع الى سيف الدرع، وسيف يسجل بنجاح الهدف ال 34 عشان يزود الفارق الى 12 هدف. اعزائي المشاهدين، يمكن قلنا لحضراتكم ان انجولا جاءت مع المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة، ومنتخب تونس نجح ان هو يفوز على المنتخب الانجولي بفارق 3 اهداف بنتيجة 33-30. واحنا بنقول لحضراتكم ليه النتيجة دي؟ عشان نقول لحضراتكم ان هنا دلوقتي منتخبنا 35-22 بفارق 13 هدف، لان احنا كده بهذا الوضع ان شاء الله وغالبا وبعد اللقاء القادم، ويستطيع نسور قرطاج المنتخب التونسي ما يحسمه اللقاء اخر لقاءات دور الثمانية لصالحهم بنتيجة الفوز على غينيا، فبكده هنقابل المنتخب التونسي، فان شاء الله يكون لنا الكلمة واليد العليا في لقاء السيمي فاينل حتى الوصول الى المباراة النهائية ان شاء الله. كرة على الدايرة توصل الى 72 اهو اللي قدام حضراتكم، خوسيه باتريسيو يستلم ويلف ويسجل ويصوب ويسجل الهدف ال 23، وادي دفاع متقدم اهو 5-1، والخمسة على التسعة متر على الخط المنقط الابيض، وبيرجعوا يقفلوا مع نزول لاعبي منتخبنا الوطني على الدايرة. خيري لسيف الدرع على مهله خالص، سيف وبيحافظ على كورته، واحنا بنلعب في الدقيقة 28 من زمن واحداث الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين، خلاص متبقي حوالي دقيقتين، خيري بنجاح يستغل خبرة 16 مباراة الدولية اللي لعبها مع منتخبنا الوطني قبل اطلاق هذه البطولة. اعزائي المشاهدين، يمكن حوالي كان خيري وصل الى 26 لقاء دولي شارك ضمن صفوف منتخبنا الوطني. خيري مواليد 94، صانع العاب النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. تاني انجولا بيحاولوا يهدوا، وادي كان في اختراق كده واعاقه من سيسا احمد هشام، حصل على الايقاف دقيقتين كده، سيسا مش هيستكمل اللقاء بقى مع حضراتكم، لانه اهو شايفين الاعاده اللي فيها كل افاده، فيها شد وجذب كده لمهاجم انجولا من دراعه وهو في حاله التصويب، وادي خيري والاختراق والخداع والتصويب والتسجيل، والهدف ال 36 كان لمنتخبنا الوطني. بنلعب كده متبقي شيء، وادي كاتونجا واول ظهور ليه في هذا اللقاء بقى مع الرميه الجزائيه. كريم هنداوي في مواجهة مين؟ في مواجهة أندريه شيكولا رقم 19 الرايت وينج للمنتخب الأنجولي، بينجح أنه يحرز بيها الهدف الـ 24. عبد الرحمن فيصل لخيري لفيصل، طالع محمد ممدوح عشان يستلم، والدفاع الأنجولي الضاغط المتقدم، فيصل لخيري لمهاب، مهاب وتغيير اتجاهات ويوصل الكرة لسند، لكن كانت الصفارة سبقت، وفاول ورمية حرة لمنتخبنا الوطني. خلاص بكده نقدر نقول أعزائي المشاهدين زي ما كنا بنأكد لحضراتكم، مبروك لمنتخبنا الوطني، واحنا خلاص متبقي نص دقيقة على زمن وأحداث الشوط الثاني، وبتتقطع الكرة وتروح هجمة مرتدة سريعة لمنتخب أنجولا، توصل اهي
الى اللاعب رقم 23 باولا فلاديميرو يحط في الشباك الخاليه الهدف ال 25 لصالح المنتخب الانغولي. سيف الدرع محاوله الاختراق والتوغل، لكن خلاص يعني متبقي حوالي 11 ثانيه على زمن ونهايه الشوط الثاني والمباراه. اعزائي المشاهدين، وبكده نقدر نقول لمنتخبنا هذه كارت احمر، لان كان فيها لعب على الوجه لمين من منتخب الانغولي لرقم 2 بيحصل على اهو شايفين ان كان فيها لعب على الوجه على وجه سيف الدرع واداله الكارت الاحمر، وبكده هيبقى الملعب ناقص. هنشوف هل هيدي برضو رميه جزائيه في ايقاف تاني، لازم الملعب ينقص لاعب بقى تاني، والرميه الجزائيه هيتوجه لها مين؟ سند سبيشاليست الرميات الجزائيه، متخصص الرميات الجزائيه لمنتخبنا الوطني في مواجهه كاسبر. سند ويصوب سند ويسجل سند. وبكده معاها صافره نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه اعزائي المشاهدين بتقدم وفوز منتخبنا الوطني بنتيجه 37-26 37-25 بفارق 12 هدف. ويتبقى مبروك لمنتخبنا الوطني أعزائي المشاهدين، ويتبقى فقط اللي هنعرفه مع حضراتكم من المراسم اللي هتتم لمن هو مان اوف ذا ماتش او من هو رجل المباراة او البيست بلاير في هذا اللقاء. ده اللي هنتابعه مع حضراتكم في اللحظات والقليلة المقبلة. وآدي منتخبنا الوطني ونجوم الفراعنة وهم بيحيوا بعض وبيباركوا لنفسهم وجمهورنا، وهو بيشجعهم، والجالية والجمهور المصري في المدرجات، وهو أحمد عادل سنتر فرويد النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، هو أحسن لاعب في المباراة و المان اوف ذا ماتش او الام في بي او البيست بلاير في هذا اللقاء. مبروك احمد عادل، مبروك منتخبنا الوطني وصوله الى السيمي فاينل. هارد لك للمنتخب الانغولي، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم اعزائي المشاهدين في اللقاءات القادمه عبر شاشتكم وقناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي اللي بتنقل لكم هذه البطولة ولقاءات منتخبنا الوطني بطولة الأمم الأفريقية 26. والتوفيق، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في ما هو قادم في اللقاءات القادمة إن شاء الله، وفي لقاء دور قبل النهائي أو السيمي فاينل. شكرا أعزائي المشاهدين على متابعتكم معنا، وحظ أوفر في اللقاءات القادمة للمنتخب الأنغولي، ومبروك الفراعنة، مبروك منتخبنا الوطني، مبروك أسرة كرة اليد، مبروك كل القائمين على كرة اليد المصرية، وإن شاء الله نلقاكم في اللقاءات القادمة ولقاءات دور السيمي فاينل. و فاصل قصير ويطير الميكروفون سريعا إلى الزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام الكابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله، فإليهم الميكروفون.